اسمي جلال وفي البيت المخفي، وانا اول مواطن يدخل اسم شرطة ويخرج حي، والمصري الوحيد اللي كتب في اقرار ذمته المالية عندي حصوة، فانا لا امتلك سلسلة مطاعم بل فقط سلسلة ظهري وسلسلة كتب. توقعك ايه من ناس اتربت على السمع والطاعه وعدم التفكير؟ المجتمع لا يتقدم بالموظفين، يتقدم بالمدنيين. انكسر جوايا شيء مش في البشر، جوايا حب. حرام وعيب وما يصحش ان منهج يقف قدام قضاء. جوايا رغبه قررت ندوة ثقافية عوروني ازاي؟ ندوة كان بعنوان قبول الرأي الآخر، لسه بنعترض الناس عايزة الناس دي جديدة جدع انت اللي هناك، ده انا بس عور قال لي لا. طب عنوان الندوة؟ قال لي لك كده عنوان ندوة، خليك في عنوان بيتكم. واحد منهم يعبرون الشباب لأنهم أكثر فئات المجتمع اللي مظلومة، هما اللي بيموتوا، هما اللي بيشتغلوش، هما اللي ما عندهمش شقق. مش كده يعني؟ مش ممكن يعني هي مقاعد زي الاوتوبيس وخاصة لكبار السن؟ اني اظن ان الدولة المدنية خط احمر عند القوى التي تحكم مصر على مر السنين. الدولة المدنية خط احمر، لن يسمح احد ان نتحول هنا الى انتهار. طب طل واشوفك في منامي، طب اسمع يا ابويا كلامي، أنا مش مصر فريقين، فريق عايش كويس وفريق كويس انه عايش. أحلامي طب طل واشوفك في منامي، طب اسمع يا ابويا كلامي، انا مش هنساك، راح اشرف اسمك يا ابويا وفي كل مكان. كل واحد بيسالني مصر رايح على فين، قبل ما تضحك كنت اسال متحف وليدك. طلع طيار بدون طيارة اللي هو حسن مبارك، وجات لنا طيارة بدون طيار اللي هي بتاعت حزب النادي. دولة تحترم الدين على عيني وراسي، دولة تشجع التدين والاحترام والالتزام والإيمان بالله والقيم الروحية، احنا ما سهلة. انما ده دولة اترفع فيها اعلام طالبان مش هتحصل، ولازم يعرفوا انها مش هتحصل، لازم هما كمان يدركوا كده يعني انها مش هتحصل. منهم فيدرك الجميع أن مصر الوطن هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة على الجميع، وسوف تنفذ كلمتها عليهم وتنتصر مصر وتبقى مصر لتعلمهم جميعا أنها هي الباقية وأننا جميعا زائلون وذاهبون. ليسقط وهو يردد عبارة واحدة هي المصريين بيموتوا بعض.